السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف برنامج زوم والإعدادات بتاعته. ممكن تكتب زوم دوت يو اس، تدخل على الموقع وتعمل ساين ان. هتلاقي أول حاجة عندك البروفايل، دي معلومات عنك، تقدر تغير الصورة بتاعتك والاسم والتليفون وهكذا. وهتلاقي هنا إن أنت في إمكانية إن أنت تعمل ساين ان من خلال صفحة الفيس أو الجيميل اللي عندك. هتلاقي هنا إعدادات مهمة جدا في هل أنت لايسنس ولا لأ، تمام. وهنشوف إزاي نعدلها لو أنت حابب إن أنت تكبر الحساب بتاعك. اللانجوج إنجليش، التوقيت، تمام. الكاليندر ده بيرتبط بالكاليندر بتاعتك، بحيث كل ما تعدل حاجة في الزوم، تعمل مثلا ميتنج جديد، يبدأ يعمل لها بابلش على الكالندر بتاعتك. فدي من الحاجات المهمة. تقول له configuration وتبدأ تقول له جوجل، وتقول له الكالندر دي عايزة مثلا تبقى ريد بس ولا رايت كمان، هيبدأ يربط لك بيه الحساب بتاعك. طيب بعد كده بنلاقي الميتنج. بتلاقي هنا المواعيد اللي لسه هتيجي، تمام، upcoming، المواعيد القادمة إن شاء الله. ممكن تيجي على واحد فيهم تقول start، يعني ابدأ المحاضرة ديت. ممكن تقول له edit، تدخل تعدل فيها. ممكن تقول له delete وهكذا. فلو انت عايز تبدأ المحاضرة بتقول له بس start وتبدأ. هنا دي المحاضرات اللي قبل كده. ممكن مثلا تدخل، مثلا تكون انت عايز تعمل دبل كيت، فتدخل تعمل ايديت وتغير التاريخ، تمام، للمحاضرة اللي جاية. طيب هنا دي اللي هي البيرسونال روم، ودي بيبقى فيها رقم ثابت ما بيتغيرش، يعني كل محاضرة من دول ليها رقم مختلف. هنا بيرسونال روم حاجة ثابتة. هنا ميتنج تمبليت، ممكن تعمل ميتنج تمبليت بحيث ان تستخدمه على طول، تمام، يعني في اي مرة عايز تعمل محاضرة جديدة ممكن تستغل الميتنج تمبليت. طيب خليني أقول له سكادول ميتنج. تبدأ تكتب اسم الميتنج هنا والديسكريبشن بتاعه، هنا الوقت يوم ايه، تمام، والساعة، وإيه إم ولا بي إم، والمحاضرة تبقى قد إيه، والتوقيت بتاعك أنا معمول كايرو زي ما هو مظبط عندنا في البروفايل. وبعد كده هتلاقي التايم زون بتاعتك. هنا لو عايز المحاضرة تتكرر، هو عايز تتكرر كل يوم ولا مرة في الأسبوع ولا مرة في الشهر ولا قد إيه. طيب هتتكرر مرة مثلا كل 3 أيام، تبقى مرة ولا إيه، هتتكرر كل مثلا 10 أيام، كل 5 أيام. طيب هتكرر كم مرة؟ آخر مرة تكرر فيها بتاريخ مثلا 21 مارس 2022، أو تقول له بعد كم مرة، بعد مثلا 20 مرة، أول ما تكرر كم مرة 20 الغيها. طيب الريجستريشن أنا أفضل إنها تعمل ريكوايرد. أنا في المحاضرات كلها اللي فاتت ما كنتش أعملها ريكوايرد، بس أفضل إنها تعمل ريكوايرد، يعني محدش يدخل غير لما يعمل ريجستريشن. الميتنج اي دي ممكن تختار الجنريت اوتوماتيك، هو يبدا يعمل حاجه اوتوماتيك معاك. التمبليت اللي احنا قلنا عليه تقدر تختار التمبليت من هنا. السكيورتي خلي الويتنج روم دي اساسي، مفيش اي مناش فيهم، لان في ناس كتيره بتهاجم على القاعه بدون اذن، تمام. الفيديو هيتفتح اوتوماتيك ولا لا، اقول له اوف. الصوت ممكن الناس تبقى بالتليفون او بالكمبيوتر اوديو. وهنا لو الناس تقدر تدخل قبل ما انت تفتح، اللي هو اللي تفتح انت قاعدة الهوست ب15 دقيقة مثلا، تمام. ودي اختيار حلو قوي، ان كل الناس اللي هتدخل هتبقى ميوت، محدش فيهم مشغل الصوت، تمام، غير لو انت سمحت له. وفي بريك اوت روم تقسم الغرفة، هي مش بتقسم الغرفة، ممكن تاخد مثلا المحاضر على جنب تتكلم معاه في حاجة، تتفق معاه على حاجة وهكذا. اوتوماتيك ريكورد، الريكورد ميتنج دي كويسه جدا، بيقول لك عايز على اللوكال كمبيوتر ولا كلاود زي ما تحب. طيب خلينا نقول سيف ونبلغيها دلوقتي. طيب احنا كده
قال لي عايز تضيفها لجوجل كالندر، فدوس عليها وتضيفها لجوجل كالندر. عايز تضيفها كاوتلوك كالندر، بينزل لك ملف اي سي اس تضيفه على اوتلوك، وتقدر تضيفه على جوجل برضو الياهو كالندر لو انت عايز تعملها. ده الرابط اللي انت المفروض تبعته للناس. هنا ستارت، هنا الايميل سيتنج، الاعداد بتاعت الايميل، هنا لو انت عايز ترفع بانر او لوجو زي ما انت عايز، وهكذا. لايف ستريم. طيب دلوقتي بعد كده هقول له ديليت، يعني دي كانت حاجة بس ايه نجربها مع بعض. بعد كده الويبنارز، بس لازم تكون مش في نسخة أكبر. الريكوردينج، لو انت مسجل على الكلاود هتبدأ تلاقي المحاضرات موجودة هنا. طيب هقول له هنا بقى السيتنج، الإعدادات، هنا مثلا ويتنج روم فعالها دايما. تمام، بيقول لك كل الناس هتروح للويتنج روم. يوزر نوت ان يور اكونت، خليهم كلهم يروحوا للويتنج روم وانت توافق عليهم او متوافقش. طيب البيرسون ميتنج اي دي باسورد مطلوب ولا لا؟ حاول تعلي اعمل باسورد خاص بال بي ام اي بيرسونال ميتنج اي دي. لو في البيرسونال ميتنج اي دي اللي هو الحاجة اللي هي الخاصة وكده. طيب ريكورد باسورد فور، لو الناس هتدخل بالتليفون يبقى فيه زي باسورد. ماشي تمام، ودي برضو كويسة. الأشخاص بس اللي هم سايتد يوزر كان جوين تو ميتينج. تمام اهوت، ولكن انت ممكن تختار بقى مين اللي ينفع يدخل ولا لأ. طيب فقط الأشخاص اللي متوافق عليهم هم اللي يدخلوا. بيقولك أنت ممكن تقفل من خلال الدول. تمام، يعني تقول دولة كذا مش عايز حد منها. طيب الهوست فيديو، أنت بتعمل دلوقتي سكادول للميتنج، فهيبقى في الهوست هيبقى الفيديو يتفتح عنده. طيب الأوديو تايب، هالتليفون عند كمبيوتر اوديو، احنا فاتحين الاتنين مفيش مشكلة. هل تسمح ان حد يخش قبل الهوست؟ خمسة دقايق مفيش مشكلة. هل هتعمل انيبل للبيرسونال ميتنج اي دي؟ الاختيار حلو، ميوت اول بارتيسبنت، اي حد اول ما يدخل يتعمل له ميوت للصوت عنده. الشات، هل انت سامح بالشات ولا لا؟ تمام، بيقول لك هو بيعمل التشفير من دون شكل لزوم، ان انت الناس كلها ممكن تدخل من اي مكان، فاحنا بقدر الامكان بنحاول ان احنا نفصل الموضوع دوت. تمام، هل تسمح بالبرايفت شات ولا لا؟ هل انت عايز الاوتو سيفنج شات يحفظ شات ولا لا؟ الفاير ترانسفير، تمام، ممكن تتحكم فيها، لان ممكن حد يرفع ملف يكون فيه مشاكل او كده. طيب الفيدباك تو زوم، لو حصل اي مشكلة يبدأ يبعت لزوم ان فيه مشكلة فلانية. الكوهوست، ده الاختيار ده مبيكونش افتراضي مفعل، ان يبقى فيه معاك ناس تانية هي اللي بتسمح بدخول الناس وحاجات زي كده وتنظم الحاجات، فانا فعلت الكوهوست. تمام، الميتنج بورس دي احنا قليل اللي بنستخدمها لو انت عايز تعمل استفتاء معين. تمام، الاولو شو ميتنج كنترول تول بار، في تول بار كده بيبقى فيه زراير فاحنا هنزيله مفيش مشكله. شو زوم ويندوز ديورنج سكرين شير، وانا مشير السكرين شير يبدا يظهر الزوم برضو معاهم. مين اللي يقدر يعمل السكرين شيرنج؟ انا مخليها هوست اونلي. في بعض المحاضرات ساعات بنضطر نخليها اول بارتيسيبنت، ان بعض الناس التانية عايزة تعمل شير، بس هي مشكلة لو انت ممكن تعمل محاضرة ومشاهد حاجة تلاقي حد راح مشاهد الشاشة من عنده، فانا مخليها هوست اونلي دلوقتي. ديسيبل ديسكتوب سكرين شيرنج فور ميتنج يو هوست، ما تخش حد يعمل شير لكل حاجة في الشاشة وكده. طيب الانوتيشن،
انت تسمح بيها او ما تسمحش، تمام؟ يعني ان انت تبدا ترسم حاجات على الشاشه وانت بتشرح، يعني في باور بوينت فتبدا تشرح، تمام؟ بس اختار اختيار دوت only the user who is sharing can annotate، الشخص بس اللي مشير هو بس اللي محقق ان هو يرسم، تمام؟ ما ينفعش حد من بره يشاور على الحاجه اللي هو رسمها. طيب وايت بيبر دي بنستخدمها برضه عشان الشرح، فمفعلينها، وبيقول لك لما تخلص ممكن تلاقي الحاجات كلها مسيفها كبي دي اف او كبي ان جي. ريموت كنترول بس لازم تبعت للشخص وهو يوافق، تمام؟ allow remove participant to region، لو انت طردت حد من حقه انه يدخل تاني ولا لا؟ لا، انت نزلت خلاص. من حق الشخص ان هو يعمل رينيم لنفسه ولا لا؟ ماشي، بس دي فيها حاجة سيئة، ان ممكن حد هاكر يدخل ويغير اسم لاسم حد من الموجودين ويكتب كلام على اسم على لسان يعني، تمام؟ طيب اعمل تقرير للزوم وهكذا. دي بقى في الميتنج ايه الحاجات المهمة؟ الفيرشوال باك جراوند بيسمح لك ان انت الخلفية تظهر وراك وانت مستخدم الفيديو، تمام؟ اوتو انسر جروب ان شات، ممكن تظبط التعداد بحيث ان هو لو في اي اسئلة هو يرد عليها تلقائي. طيب في اختيار برضو ان انت تعمل بس من الفيسبوك، او تعمل بس من الزوم للفيسبوك ولليوتيوب، وممكن كاستم لايف ستريم سيرفيس زي ريستريم، تمام؟ طيب يعني ايه ريستريم؟ ده موقع اهوت، الموقع ده بتعمل حساب عليه وبعد كده بتقول له بس المحاضرة ديت للمواقع اللي انت عايزها، تمام؟ بتقول له اتشانل مثلا، فيبدأ يجيب لك دول، فتبدأ تعرف الحاجات اللي انت عليها. بالشكل دوت، تمام؟ فهو لما بتبث المحاضرة بيبثها على اليوتيوب وعلى حاجة اسمها تويتش وفيسبوك ولينكد ان وهكذا. وممكن تستخدم الانيبل لايف ستوديو من هنا، او تستخدم برنامج او بي اس، اوبن او بي اس ستوديو، ده برنامج سهل ولذيذ، بمجرد بس تقول له سيتنج وتربطه ب الريستريم فيبدا يبث لك الحاجات من الزوم على الريستريم، والريستريم يبعت بقى الباقي المواقع. طيب بعد كده الايميل نوتيفيكيشن يبدا يبعت لك لو في اي مشاكل او في اي محاضره جت جديده او حاجه زي كده بالشكل دوت. دي اهم الحاجات اللي موجوده في السيتنج. خلي بالك موضوع الحمايه، لان هو بيرمي جزء كبير جدا من الحمايه عليك انت، ان انت تعمل ويتنج روم وان انت يبقى في كوست مثلا معاك لحد الحاجات ديت، فركز قوي في موضوع الحماية، لأن الزوم في ناس كتير بتهجم عليه. اللي بيحصل كآتي، في حد مثلا بيلاقي قاعة مش محمية فبيبعت الرابط على التويتر على حساب معين، الناس كلها تهجم مرة واحدة بشكل غبي يعني، ما أعرفش ليه. تمام، هنا الريكوردينج، فبتبدأ تشوف الريكوردينج. هوست كان جيف ميتنج، ممكن الهوست يدي صلاحيات الناس تانية تسجل، تمام، مفيش مشكلة خالص. الكلاود بيسجل ريكورد اكتيف سبيكر، وشير سكرين بيسجل شير سكرين، ولو في حد حط صورة تحته بيشيرها برضو، وبيسجل برضو نسخة من الصوت لوحديها، ودي كويسة على اساس ترفع ملف الصوت على برامج او على موقع بتاعت الصوت اوتوماتيك، ويظهر لك اسم الراجل اللي بيتكلم في نفس الوقت. allow cloud recording sharing automatic records، عايز تسجل بقى على اللوكال ولا على الكلاود الافتراضي بتاعه. ممكن تقول له require the user to ان هم يبقوا داخلين بحساب معين قبل ما يشوفوا الحاجة اللي متسجلة،
ان انت تلغي الكلاود ريكوردنج بعد فتره معينه وهكذا، تعرف الناس ان المحاضره بتتسجل. طيب هنا بقى الادمن، فبتلاقي الاسماء اللي بتستخدم الحساب دوت، وواحد بس هو اللي بيبقى لايسنس. تمام، فتقدر تنقل الحساب ده البيزك وتخلي حساب تاني هو اللايسنس. هنا الاكونت بروفايل، فبيقول لك التايب والاكونت نيم والنمبر والحاجات دي كلها. وبعد كده الاكونت سيتنج، تشوف هنا بقى الاعدادات الخاصة. هنا السكيورتي، ركز اوي على موضوع السكيورتي. الويتنج روم لازم تكون فعالة، الباس كود، الحاجات ديت. ان الاشخاص بس اللي يكون اوثورايزد هما اللي يقدروا ينضموا للميتنج، يعني يكون لهم حساب لزوم. ده كده الفيديو بس لا تفتحش منها هناك. هنا بقى الحاجات، الكالندر اللي اعتمد اكتر على ايه، على جوجل، وبديله امكانية ان هو يعمل رايت. هنا الفاتورة، بحيث ان انت مثلا تقدر تشتري حساب اخر او تعلي او تعمل ابديت ابجريد للاكونت بتاعك. تمام، هو العادي ان هو بيديك 45 دقيقة تقريبا مجاني، بس لو انت عايز تبقى المحاضرة معاك مفتوحة فانت تشتري الاكونت وهكذا. طيب لو دخلنا بقى على ال advanced، هنلاقي بقى الماركت بليس ده تقدر تشتري منه او تفعل في حاجات كتيره مجانا وفي حاجات بفلوس، فتقدر تربط بين الزوم وبين برامج كتيره او مواقع كتيره. تمام، هتقول له مثلا عايز الحاجات الخاصه بيه الزوم ميتنج، فيبدا يفلترهم، فيقول لك مثلا ممكن اربطه لك بجوجل، ممكن اربطه لك بالسلاك، ممكن اربطه لك بكذا، فتبدا تشوف ايه الحاجات اللي هتستفاد من الربط بينها وبين بعض. تمام،